السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ناس كتير بتشوف البيوت في المنام، بتشوف بيتك، بتشوف رحت بيت جدك، بتشوف ان انت بنيت بيت، بتشوف ان انت رجعت البيت زوجك، بتشوف ان انت رحت بيت اهلك، بتشوف ان انت في بيت مختلف عن بيتك. كل واحد بيشوف نفسه ان هو راح لمكان مختلف عن المنزل اللي هو فيه، وبيشوف هيئة المنزل في الحلم، مش عارف نفسه هو فين اي مكان، بس هو شاف منزل جديد. الحاجات دي كلها لها تفسيرات مختلفة، وكل واحد حسب حالته. للرجل غير المتزوجة غير العزباء غير المطلقة، كل فئة من الفئات دي لها تفسير معين. هنتكلم بالتفصيل، ولكن قبل ما نخش في تفاصيل الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، ولو حد عنده حلم وحابب يفسره يكتب تعليق أسفل الفيديو إن شاء الله هنرد عليه في أسرع وقت. أول حاجة إن شاء الله تفسير المنزل للرجل. رؤية المنزل تعني الزوجة في حلم الرجل، لأن الراجل لو إنه تزوج ودخل ضيف منزله الناس بتقول إن فلان دخل بيته. كذلك تدل حالة المنزل على أحوال الرجل، لو في المنزل جديد يعني إنه صحيح البدن، ولو المنزل مهدم معناه إن هو عنده هموم ومشاكل كتير، ولو مثلا المنزل ولو المنزل مظلم مثلا، دي علامة على هموم ومشاكل عند الراجل اللي بيشوف الحلم ده. وأيضا ابن سيرين بيقول إن بناء المنزل تعني الشفاء لما يعاني من مرض. يعني لو انت شفت نفسك بتبني منزل وكان عندك مرض او كان عندك اوجاع وهموم، دي ان شاء الله ازالة ليها وتحقيق امنيات في الفترة القادمة ليك، ان انت بتبني مكان، والمنزل هو مكان الحياة، محدش بيعيش في مكان بعيد عن منزل، لازم يكون عنده مكان يبقى ساكن فيه. فطبعا لما تشوف انت بتبني الحاجة دي فده شيء كويس ان شاء الله. رمز البيت في المنام، البيت ده بيرمز لايه في المنام؟ ليه رموز مختلفة جدا. اول حاجة البيت الجديد بيدل على الخير للي بيشوفه في المنام، واذا كان البيت جديد وكان صاحب الرؤية غني المال بتاعه بيزيد ورزقه بيزيد، وبتتفتح له مصادر للمال وبتحل البركة فيه. ولو كان اللي بيشوف الرؤية دي فقير أو مديون فإن حاله يتبدل للغنى، يعني لو هو فقير وشاف إن هو بيبني بيت في المنام فإن حاله بيتبدل للغنى إن شاء الله تعالى. طيب بناء البيت الجديد علامة على الشأن والرفعة بين الناس، يكون عندك شأن بين الناس. طيب بالنسبة لتفسير حلم الانتقال لمنزل آخر، الانتقال لمنزل آخر دي إشارة جيدة إن كان المنزل جديد فيدل على سعة في الرخص، وإنك بتحلم إن أنت بتشتري بيت أو بتحلم إن أنت بتشتري بيت فزيادة في الرزق، أو زيارة لبيت الله الحرام، أو تغيير حال مثلا تغيير الوظيفة، لو أنت عازبة هتتزوجي، ولو انت مثلا متزوج وما عندكش اولاد هيبقى عندك اولاد ان شاء الله، يعني هيبقى في حدث كويس في حياتك. رؤية المنزل هتدل على حدث كويس في حياتك. شراء البيت يعني تغيير الاحوال، ويدل على حال البيت على المكانة التي هتكون فيها في المستقبل. لو انت شفت بيت جميل مثلا وهيئته كويسة في المنام وكبير كده، اعرف ان في خير قادم ليك في المستقبل ان شاء الله. الانتقال لمنزل قديم او شراء منزل قديم ده اشارة الى الهموم او الى القبر، يعني اشارة او
انذار ليك ان ان انت ناسي حياة الآخرة، انت ناسي امور دين كتيرة ومقصر فيها. لما بتشوف البيت بيت قديم او اشتريت بيت قديم، اعرف ان في انذار ليك من جهة الآخرة. لو انت مقصر في دينك ارجع لدينك بسرعة. طيب لو اللي بيحلم طلب هذه العلامة، علامة البيت دي، لو شاف البيت مثلا بيطلبه من حد، ده علامة انه هو بيجتهد وعنده طموح عاوز يحققه. ولو كان اللي بيحلم مريض ورأى انه هو يبني بيت مش بيته، دي علامة مش كويسة. انت مريض وبتبني بيت مش بتاعك وانت عارفه مش بتاعك، دي علامة مش كويسة. تفسير حلم المنزل للفتاة العزباء. أول حاجة، رؤية البيت في المنام للعزباء دلالة على حالتها في المستقبل، لأن البيت يعني خروج المرء لحقبة جديدة في حياته، والرأة العزباء عندها تنتقل لمنزل جديد وكان واسع وجميل، ده بيدل على أن زواجها قرب، أو الانتقال بتاعها من منزل إلى منزل وتغيير الأحوال ده رمز إلى زواج جديد أو ارتباط في حياتها، وإنها هتنقل من بيت أهلها لبيت زوجها إن شاء الله تعالى. رؤية البيت للمرأة المتزوجة، طبعا لو شافت بيت جديد واسع والمنزل فيه مناظر كده حلوة، ده يعني رزق يأتي لزوجها قريبا جدا، يعني في رزق قادم ليها ولزوجها إن شاء الله تعالى. ولو شافت المنزل ضيق، ده إشارة على إنها هتتعرض لأزمة مالية، أو جوزها هيبقى عنده أزمة مالية. ولو شافت الأنوار في منزلها نور كده والبيت مضيء، ده بيدل على إن الزواج بتاعها سعيد وهي بتعيش حالة مستقرة وبدون مشاكل زوجية. ولو شافت الحلم بتاعها إن هي البيت بتاعها ذهب، دي إشارة إلى بعض الفتن الموجودة في البيت. رؤية المنزل للمرأة المطلقة. المرأة المطلقة دي ليها تفسير خاص جدا في المنزل. هي طبعا اتجوزت وخلاص، يعني هي لو شافت نفسها ان انت بتنتقل من بيت لبيت، ده قلنا ده زواج لو هي عزباء. طيب لما هي مطلقة، شافت نفسها في بيت جوزها القديم، البيت اللي كان بيت جوزها او بيت حماها، يعني شافت نفسها في البيت ده، ده بيدل على ان في امور هتحصل معاها انها ممكن ترجع لجوزها. ولكن لما بتشوف نفسها في البيت بس، بتشوف نفسها ان هي بتنظف البيت، بتشوف نفسها ان هي مثلا بتقضي حاجات البيت زي غسيل الملابس وغسيل الاواني والمواعين والحاجات دي اللي انتوا عارفينها، يعني ده بيدل على ان هي المشاكل اللي هي بينها وبين زوجها ممكن تتحل او في طريق الحل ان شاء الله، واحتمال كبير جدا انها هترجع لزوجها، والله اعلى واعلم. طيب لو شافت ان هي في بيت مختلف عن بيت زوجها اللي هو كان قديم، كانها بالنسبه يعني كانها بتشوف البيت ده لاول مره، وبيت شكله حلو وجميل كده وبتاع، ده برضو بيبشرها ان في خير قادم ليها ان شاء الله تعالى، وان في زواج قادم ليها من شخص جديد، وهتنتقل لمنزل جديد. طيب شافت ان بيت جوزها مثلا مظلم وفيه حرايق، ناس كتيرة بتسأل بتقول انا شفت بيت طليق مولع وفي دخان والحاجات دي، دي بنقول لها ان انت جوزك اللي طلقك بيعيش نفس المعاناة اللي انت عايشاها، يعني لو انت زعلانة عشان هو طلعك، هو ايضا زعلان ان هو سابك، فبالتالي انت بتشوف في الحلم البيت بتاعه بيطلع دخان مظلم، دي علامة على الحزن، ان البيت فيه حزن كتير جدا بسبب موضوع الطلاق ده.
والله أعلى وأعلم. يعني كده إن شاء الله نكون فسرنا رؤية المنزل بالتفصيل. لو حد عنده رؤية بسبب المنازل وعاوز يفسرها يكتب تعليق أسفل الفيديو، إن شاء الله هنرد عليه في أسرع وقت. شكرا لكم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.